السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بالجميع في هذا الفيديو اللي غادي نتكلم فيه إن شاء الله عن تعريف القافية والروي طبعا مع إعطاء أمثلة على كل تعريف إذا على بركة الله نبدأ بالتعريف الأول وهو تعريف القافية إذا قد اختلف العلماء حول تحديد القافية نذكر منها ما يلي الف تعريف الخليل بن احمد الفراهيدي القافيه من اخر حرف في البيت الى اول ساكن يليه مع الحركه التي قبل الساكن مثال آآ آآ ذلك اذا نفترض على ان مثلا هذه منازلنا هي اخر جمله من البيت الشعري اذا هذه تقطع العروضي هذه منازلنا اذا كما تعلمون على ان يعني في اللغه العربيه لا يمكننا ان نقف عن حركه فبالتالي يعني نضيف ساكن في اخر الكلمه من الشطر الثاني من البيت الشعري اذا فغنديرو ليها يعني التقطيع العروضي فالحركات عليها للشكل التالي كما كتشوفوا قدامكم هي هادي اذا بغينا باش نحددوا القافيه اذا حسب يعني التعريف الخلي بن احمد الفريدي قال لنا القافيه من اخر حرف في البيت اخر حرف هو هذا هذا آه الالف هذا اخر حرفين من البيت الى اول ساكن يليه شنو الساكن اللي هو يليه هو هذا هو الساكن الذي يليه فاين مع الحركة التي قبل الساكن ها هي الحركة التي قبل الساكن فقد دابا شنو حددنا غير شنو فين هي يعني القافية واخا إذا القافية هنا هي نازلنا نازلنا فالساكن الأخير هو الألف أنا غادي نشرح الشيء هو الألف والساكن الثاني قبله هو حرف الالف الساكن الذي قبله هو حرف الالف والحركه التي قبل الساكن الثاني هي حركه الزين حركه الزين اذا فهذه هي 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 القافيه حسب تعريف الخليل بن احمد الفراهيدي هناك تعريف اخر يعني اخر وفي الاخير غادي نعطيكم الخلاصه العامه ديال التعريف كلها تلميذ الاخفش يرى انها اخر كلمه في البيت اذا حسب يعني آه الاخفش فالقافيه هي غتكون هي منازلنا واخا نقول التعريف الاخر جيب بعض الكوفيين يرون على انها حر حرف الروي الذي تبنى او تنبني عليه القصيده إذا فهنا غادي يكون يعني آه القافية حسب الكوفيين هو غادي يكون هو النون واخا آه آه دال وهناك أقوال تقول على أن القافية هي الجزء الثاني من البيت بأكمله الجزء يعني ككل من البيت آه حسب آه يعني بعض يعني التعاريف الأخرى إذا هناك خلاصة لكن علماء العروض فضلوا التعريف الذي جاء به الخليل بن أحمد الفراهدي للشمالي على دقة الوضع وسلامة الضبط إذا فالقافية الآن يعني اللي كتستعمل في أغلب الدول العربية يعني هذا هي هي تعريف الخليل بن أحمد الفراهيدي إذا فالقافية هي هذه إذن إذا هذا تعريف القافية إذا غندوز الآن إلى تعريف الروي. اذا الروي هو الحرف الذي تبنى عليه القصيده وينسب اليه فيق... وتنسب اليه عفواً. فيقال قصيده داليه نسبه الى حرف الدال او تائيه نسبه الى حرف التاء وهكذا. غير ان هناك حروف لا يمكنها ان تكون حروف روي وهي الشيء يعني راك تعرفوه او خصكم تعرفوه. الواو والالف والوا الف المقصورة وهاء سكت مثال كتبته اذا فهنا الهاء لا يمكنها ان تكون حرف روي كما يمكن ان تكون حرف روي اذا ورد قبلها حرف مد كقول الخنساء اذا هنا الهاء عندها جوج ديال الصور ان صح التعبير اذا بامكانها ان تكون حرف روي ولكن بشرط ولا يمكن ان تكون حرف روي اذا كانت يعني هاء سكت حنا غادي اذا هنا القصيده عفوا بيت للخنساء بكت عيني وعود مهم الى غير ذلك هنا كراها اذا فهنا يمكن للهاء ان تكون حرف روي علاش لان قبلها اذا لاننا شنو تيقول في التعريف حرف روي اذا ورد قبلها مد اذا فقبلها هو مد اذا فبالتالي هنا حرف الروي في هذا البيت للخنساء هو آه يعني الهاء لو تسمى هذه الحروف بحروف اشباع اذا هذه الحروف اللي ميمكنش انها تكون حرف حروف حروف راوي تسمى حروف اشباع حيث تضاف في اخر الكلمه للوقوف على الساكن اذا كما قلت لكم ما يمكنش نوقفوا في الكتابه العروضيه على حركه اذا فبالتالي كنضيفوا كنضيفوا يعني هذه الحروف اللي ميمكنش انها تكون حروف حروف راوي والتي تسمى حروف اشباع باش يعني يكون عندنا ساكن في تقطيع العروضي ديالنا للبيت الشعري اذا شوفوا معنا يقول الشاعر محمود سامي البارودي اذا هذه مجموعه يعني قصيده لي عائدة تعود للشاعر آه محمود سامي البارودي اذا فهنا شنو هو حرف الراوي اذا شكون يقدر يعني في التعليق كنتمنى يعني قبل ما توقفوا الفيديو هنا وتقولوا لي شنو هو حرف الراوي وتقولوا لي شنو هو او شنو هي القافيه في آه آه هذه آه الابيات إذا فهنا حرف الروي هو حرف الدال حرف الدال واخا كاين ياء هنا يا هنا لكن هذه الياء هي حرف إشباع وليست حرف روي إذا فحرف الروي هو الدال 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 آه رجاء هناك يعني بعض الاخطاء التي ترتكب اثناء كتابه حرف الراوي ما حرف الراوي وانما حرف الراوي هناك فرق كبير ما بين الراوي والروي خا اذا فاتمنى حقيقه انكم تكونوا يعني عرفتوا او لا تفرقوا بين الراوي والقافيه انطلاقا من هذا الفيديو اتمنى انكم تكونوا فهمتوا الى يعني كان عندكم شي غموض خليه لي في التعليق والى الحلقه القادمه ان شاء الله